شو رأيك تحكي بسم الله قبل ما تأكل؟ إيش؟ لو ما حكيت بسم الله الشيطان باكل معك. أنت عم بتذكرني أحكي بسم الله؟ ما هو لو عم تأكل إشي محرز بقول لك ماشي، بس عم تأكل فاصوليا مش جاي عبالي أكل فاصوليا صراحة. احكي بسم الله. ليش شو مالها الفاصوليا يا نجس أنت؟ مالها الفاصوليا؟ طعمك فكك، طعمك سيء ما بتتاكل، حر أنا كيف؟ هي تحكيش مع الفاصوليا زي هيك. ماشي ماشي، انت احكي بسم الله وبتنتهي القصه هاي كلها. بس احكي بالله لا تحكي، خليه ياكل فاصوليا غصب عنه ياكل. اذا انت مالك انت شو مشتبه انت ايش بدك؟ هذا اللي انت شاطر فيه، لما تاكل برجر وبيتزا تحكي بسم الله، بس لما تيجي تاكل فاصوليا بتلقلق بتنسى بتفرمت عقلك صح؟ انت قاعد بتعاتبني؟ هذا انت حمار جد انسان، مش منك من لونك الاحمر تقول كاتشب. كاتشب حلو صح؟ اكون كاتشب ولا اكون فاصوليا؟ قلت لك تحكيش مع الفاصوليا زي هيك صح؟ شايفه؟ هتحكي بسم الله صح؟ أكيد. كل بسم الله يا زلمة. مين الشيطان أنا ولا أنت؟